حالة من الاستياء والاستنكار عبرت عنها هذه السيدة بسبب فاتورة استهلاك الغاز والكهرباء المشطة، مبلغ تقول إنه دين متخلد لثلاثيين فقط، ورغم أنها دفعت جزءا من المبلغ والباقي تم تقسيمه على أقساط، إلا أنها ما زالت تتساءل عن سبب هذا الارتفاع الكبير لفاتورة الاستهلاك. جات 2.9 ملايين، ولدي عطاها الترانش الأولى، وين اليوم توا دفعت 800. ها قصتهم لك؟ اه قصتهم لي، وتلفزه وفريجيدير وكاس هكاو. علاش هذا كله؟ اما كليماتيزر ما كنت ننساش، هذا كليماتيزر باللي عمرها ما صارت كليماتيزر، ما عملتوش السنيره، عنده جي 6 ولا 7 سنين عليه. هذا الإشكال هو من بين عدد من المشاكل الأخرى التي طرحها ورفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز. خلصت فاتورة الشهر اللي فات 279، روحت للدار جتني فاتورة أخرى فيها 400 من عرش قداش، جبت هنا مولات 83. جاني ذو 5 ملايين، قالوا لي ليه هزيت لهم الريليف، نحاول كل الدرجة، وقال لي ما جاتكش جماعة الضوء، ما جاوكش، ما جاو قصوا الضوء، ما جاوش شافوا الضوء. اي مش مشكلتي انا، ما جاوش شافوا الضوء. في الاخر خلصت، عطيت 2 ملايين ونعطي كل شهر 500 بالتقسيط. وحرصا على تسهيل استخلاص ديونها المتخلدة لدى حرفائها والتي تجاوزت 3000 مليار، حوالي 50% منها متخلدة لدى القطاع السكني، أطلقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز حملة بداية من يوم الجمعة الماضي، وتتواصل إلى غاية 30 ديسمبر القادم، حملة تهدف إلى جدولة ديون الحرفاء المرتبطين بشبكة الجهد المنخفض. كل حريف سكني عنده فاتورة متخلدة بالذمة مازال ما خلصهاش، ينجم يهزها ويتجه إلى أقاليم والوكالات التجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويقول لهم معناتها يسوفي باش يقول شفويا، يطلب يحب التقسيط نتاع الفاتورة هذيا. دونك شو يعمل؟ يخلص 30%، يخلص حينيا في شبابيك الأقليم والوكالات، وال70% المتخلدة معناتها المبلغ المتبقي يصير الجدول نتاعو على 6 فاتورات على أقصى تقدير. وأمام الاضطراب الذي يشهده توزيع فواتير الاستهلاك وفي رفع العداد، أكدت محدثتنا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز خصصت خدمات على الخط لتسهيل عملية التثبت من مسار الفاتورة واستخلاصها في الأجال. عندنا برشة تقديرية عبيد تتشكى منها الفاتورة التقديرية، احنا شخوينا له كيسجل عبر فضاء الحريف، ينجم سامبل معناتها واحد انسكريبسيون معناتها بالمتباس، عنده يحل هذا فضاء الحريف، يدخل فيه مرجع الفاتورة، وينجم يدخل 20 مرجع فاتورة، اللي هو ينجم يشوف الفاتورة أتون، وكان يلقاها تقديرية ينجم يبدلها بفاتورة استهلاك. كيفاش؟ بعبر خدمة زادة كيف كيف عن بعد، يدخل فيهم أرقام العدادات اللي عنده وتخرج له هكاك فاتورة استهلاك يعود بها فاتورة تقديرية. خدمات وتسهيلات تسعى من خلالها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى استخلاص مستحقاتها لدى الحرفاء، والتي سجلت تطورا ب9% ما بين أواخر السنة الماضية وشهر أفريل المنقضية.